العراقي على العماني رايح جاي، خبزك خبز العباس لا تتمادى. بهاي الهتافات احتفلت الجماهير العراقية مع لاعبي منتخبنا الوطني بعد الفوز وبعد انتهاء المباراة اللي جمعتهم على مجمع السلطان قابوس في العاصمة العمانية مسقط. لاعبونا اليوم قدموا أداء رجوليا مميزا، تشكيلة كاساس تشكيلة لا غبار عليها أبدا، ويبدو أن كاساس استمع إلى صوت المنطق والعقل بلا فلسفة وبلا اختراعات وبلا أمور البارحة نسميتها يطلع من قلبه. اليوم تشكيلة رزنة، تشكيلة متوازنة، تشكيلة مؤلفة من عدد من اللاعبين المؤثرين والمميزين. إذا أريد نحكي على لاعب لاعب فأعتقد يجب أن نعطي حق للجميع. اليوم كل لاعبين الأبطال البدلاء أو الأساسيين قدموا أداء مميز وكانوا على الموعد. وهذا العراقي من يكون بعنق الزجاجة قال لي يشلع قلوبنا وقال لي خلينا ننتقد وقال لي خلينا مثل ما يقول نفور ويخلي جمهورنا يمتعض ويميل ويقول لك هذا المنتخب ما بدي أشوفه. اليوم الكل تشيد وتهلهل بفوز اسود الرافدين 3 نقاط أو فوز ب6 نقاط، خصوصا وأن مباراة الأردن والكويت حاليا هي نتيجة تشير إلى التعادل بهدف لكل منهما بعد أن سجل المنتخب الكويتي هدف التعديل الدقيقة 86 أو 87 الآن من المواجهة. إذا أردت أتحدث أيضا عن جوهرتان يوسف الأمين وزيدان إقبال، والله عبالك نحلتين وبحقل مزروع ورود ويقطفون الورد وينطون عسل. فتحية كبيرة ليوسف الأمين اللي جاب هدف الفوز اليوم، وتحية أكبر لزيدان إقبال اللي قدم مستوى عالي ولا أروع بهذه المباراة. تحية للباسل أحمد باسل اللي ذاذ عن شباكنا برصانة وكان حقيقة مركزه بمأمن وأمان، وشباكنا كانت عصية على المنتخب العماني.